مظاهر المظاهر هذه مظاهر يعني ضعف الجدية. يعني سوف نأتي إلى المظاهر والأسباب والآثار والعلاج، لكن أريد أن نعرف المظاهر التي يفهم منها الإنسان أو يرى الإنسان أن لديه ضعفاً وعدم جدية. أحسنت أخي أسعد. غالباً ليس هناك صورة من الصور الموجودة من السلوكيات الناس إلا لها مظاهر حينما يعرفها المسلم يحرص على علاجها أو الابتعاد منها أو السعي سعياً حثيثاً أن يكون تلك المظاهر لا تتكرر عليه في حياته. من أهم المظاهر التي قد تحصل للإنسان الغير جاد أنه يتهرب من مواطن الخير. قد يجد بعض المحاضرات ولا البرامج ولا بعض الأنشطة بعض الأعمال الخيرية تجد في نفسه ثقل، لا يرغب أن يشارك، لا يرغب أن يسعى ويبذل ليكسب أجرا في ذلك، فتجده يبتعد كثيرا عن هذه المواطن. وحينما تمر على الإنسان هذه الظاهرة لابد أن يراجع نفسه، وتجد هناك ارتباط كبير جدا بين هذه التصرفات وبين سمة عدم الجدية، لأن تجد الإنسان الجاد قد يتغلب على هواه، يتغلب على كسله الذي يحصل لنفسه حينما يرى ذلك الخير يريد أن يكتسب. فهذه من المظاهر التي ينبغي الإنسان أن يحرص أن يبتعد عنها فلا يكون كسولا في الإقبال على أعمال الخيرية. طيب أحيانا يكون عند الإنسان عدم تحمل للمصاعب وأيضا عدم تلقي للصدمات، يضعف عند آخر صدمة أو مصاب أو ابتلاء يصاب به، كيف يصنف هذا من ضمن مظاهر عدم الجدية؟ سبحان الله، من بداية نشأة الإنسان من صغره حينما لا يتعود على تحمل المسؤولية تجد أن أحكام الشريعة مناطة بالتكليف، والمسلم مكلف بأن يقيم شرع الله جل وعلا في نفسه وفي من حوله، فتجد أنه يصعب عليه بشكل كبير أن يؤدي كما أمر من كتاب الله وسنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. فتجد هذه الظاهرة في عدم القدرة على أن يتمثل شعيرة الإسلام في حياته، يقوم مثلا لصلاة الفجر في شدة البرد، يتقدم ببذل ماله والإنفاق في أحلك الظروف عندما يكون إنسانا معسرا أو عنده قلة ذات اليد. فهذا الترك علامة ودلالة على عدم وجود الجدية عنده، ولذا لو وجدنا مفهوم المخالفة تجد الإنسان الجاد يسهل عليه أن يقوم لصلاة الفجر، يسهل عليه أن ينفق في سبيل الله جل وعلا ولو كان ليس لديه إلا القليل، يسهل عليه أن يتحمل أعباء الحج وفريضة الحج على ما فيها من صعوبة وتنقلات وغيره، تجده يستلذ بهذه المتاعب، بخلاف الإنسان الجاد يثقل عليه ويشعر بهم عظيم جدا إذا حج. وكم من أناس كثر ما حجوا بسبب الهم الذي يعتريهم قبل الحج، كيف أذهب إلى مزدلفة وإلى منى وأرمي الجمرات وينظر إلى التلفاز ويرى زحام الناس، وليس هي دلالة على صعوبتها بقدر دلالة على الانهزام الداخلي والضعف والظاهرة التكاسل والتخاذل. نعم، سنت في هذا الجانب. أيضا حب الأنانية وحب الذات كيف تصنف من ضمن مظاهر عدم الجدية؟ سبحان الله، غالبا الإنسان الذي يحب أن يحقق أهدافه الخاصة ولا تجد في نفسه البذل والعطاء والتضحية للآخرين تظهر فيه علامات أو مظاهر عدم الجدية. والسبب في ذلك أن الإنسان الغير جاد يحب نفسه كثيرا، عنده كما يقال نرجسية، كيف يستمتع وكيف يسعد وليس عليه من الآخرين أي موقف، بل يفرح بأنه أنجز مهماته الخاصة دون أن يساعد الآخرين. فهذه التصرفات علامة على ضعف الجدية. الإنسان الجاد إنسان صدره واسع، فكره واسع، تجده يحب للآخرين ما يحبه لنفسه، يصنع مواقف إيجابية على من يعايشه ويلتقي به، يتمنى أن يعطي أكثر ممن يأخذ. لكن بخلاف الإنسان الغير جاد تجده طماع، فيه شيء من الجشع والبخل، ما يعطي عطاء عظيما وإن أعطى عطاء لمصلحة. فهذا اللي حينما يعتل الإنسان هذه التصرفات فهو يدخل في ضمن تلك الظواهر في عدم الجدية. جميل.
عدم اغتنام وقت الفراغ أو نستطيع نسميه الانشغال بكثرة الشواغل الغير نافعة، لعل يعني يكون لها أثر كبير في مسألة عدم الجدية، فما رأي فضيلتكم بهذا؟ طبعا غالبا الانشغال بالتوافه والترهات تبني في الإنسان عدم الجدية، وتجد كثير من أوقات الناس حينما ينشغلون بهذه التفاهات ترسل رسائل لأنفسهم أنهم غير قادرين للبذل وللعطاء وللتعلم وللفهم، ويبدأ عقله وقلبه متعلق بتلك التفاهات والترهات، فلا تحمله نفسه لأن يبلغ المنازل العالية، لأن يصبر يتحمل في من أجل أن يحقق أهداف سامية. فهناك تناقض من إنسان يكثر في أوقاته من اللهو ويريد أن يحقق إنجازات عظيمة لا يستطيع، فلذا تجد هذه ظاهرة من عدم الجدية أنه ينشغل بشكل كبير جدا بالتفاهات والترهات، وربما أيضا كثرة الممارسات العشوائية اللي يمارسها الإنسان يكون لها أثر بها بلا شك. المزاجية التي قد تعتل الإنسان في كل تصرفات حياته مع زوجته مع أبنائه مع في عمله، هذه الفوضوية والعشوائية التي تعتل الإنسان هي جزء كبير جدا مرتبطة بالتفاهات التي قد يكون مرتبط بها بشكل كبير، وهذه ظاهرة من ظواهر عدم وجود الجدية عند هذا الإنسان. جميل. هل 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 هناك أسباب أخرى لعدم الجدية؟ نعم، الانهزامية الداخلية التي قد تعتل الإنسان، كلما كان الإنسان داخله انهزام ويأس وقنوط تجد تظهر تصرفاته ظاهرية في عدم جديته وعدم حزمه، لأنه محطم من الداخل مهزوم من الداخل، حتى أن الإنسان المهزوم من الداخل عنده تشبه كالنفس الهشة التي سريعة الانكسار سريعة التغير السلبي سريعة الترك، تجد لحظات حياته مليئة بالمصائب التافهة لكنها مقلقة لحياته لأن من الداخل منهزم وضعيف. هذه من سمات أو من صفات مظاهر عدم الجدية. كذلك من مظاهر عدم الجدية تجد في نفسه عدم التضحية، تضحية لدين الله جل وعلا، يصعب عليه أن ينفق، يصعب عليه أن يصبر ويتحمل بأجل قيمة عظيمة من قيمة الوفاء أو الصدق أو الإخلاص أو الدفاع لهذا الدين بشكل عام، تجد عنده إذا شبه من عدمت تلك التضحيات في حياته، وهذا دلالة على عدم جديته. كذلك من مظاهر عدم الجدية ما قد يصيب الإنسان لسان الإنسان من البذاءة، الألفاظ الساقطة التساهل فيها والتساهل فيها، وتجدها قد يرمي بها على إخوانه وعلى محبيه، يعني حتى اللعن أصبح كأنه مدح وثناء للآخر وتحية. فهذه بلا شك ظاهر من مظاهر عدم الجدية. طيب شيخنا، بالنسبة إلى العجب والغرور الذي ربما يعتري بعض الناس، إعجابه بنفسه وتضخيم ذاته وغروره على الـ على الـ على الآخرين، ما أثر هذا على موضوع عدم الجدية؟ طبعا بلا شك أن المظاهر مرتبطة مع بعضها البعض في اتصالها بأنها تتسم بالشخص عديم الجدية. الإنسان عديم الجدية تجد عنده انعزال عن الناس فيصيب ذلك الغرور والكبر والغطرسة، وكأن الناس لا يفهمونه لا يعرفون ما في دواخله لا يقدرونه، فتصيب بعض الأحيان شيء من العزلة وشيء من البعد عن الناس، ومع مرور الوقت يبدأ عنده شيء من الغرور ويرى أن نفسه عن نفس الناس مختلفة تماما، وأنه إنسان لديه أشياء ليست عند الآخرين، ويرى بنظر ببرج عالي على الناس فيبلغ فيه والعياذ بالله التكبر، ومعروف سوء التكبر لا في الدنيا ولا في الآخرة. Thank you.